السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح أعرفكم على برنامج مايكروسوفت باوربوينت 2013. برنامج مايكروسوفت باوربوينت هو واحد من البرامج المتوفرة ضمن حزمة الأوفيس، وهو مخصص للعروض التقديمية. يوفر البرنامج مجموعة من الأدوات لإنتاج ملفات إلكترونية تحتوي على شرائح افتراضية. واستخدامات الباوربوينت كثيرة وعديدة في عدة مجالات، ولكن أنا راح أخصصها في مجال يهمنا وهو مجال التعليم. مجال التعليم يقدر يستخدمه كل من الطالب والمعلم عن طريق يعني يسوون عروض تقديمية وملخصات لدروسهم أو مواضيع معينة أو تلخيص الأفكار الرئيسية، ونقدر نشوفه ونعرضه بطريقة مشوقة بطريقة سهلة وسلسة. وطبعا نستخدم القوائم اللي نقدر نصمم عن طريقها الشريحة، وهذه الشريحة نقدر نضيف عليها نص، نقدر نضيف عليها صورة، نقدر نضيف عليها فيديو، أو نقدر نحط عليها حتى جدول. فاستخداماته عديدة. إن شاء الله أنا مثل ما قلت لكم راح أعرفكم على البرنامج، على أهم التبويبات الموجودة فيه وأهم الأشرطة والأوامر اللي نستخدمها فيه، وراح يعني أسوي وياكم عرض باوربوينت تقديمي صغير، راح نعرف يعني من خلالها شلون نستخدم البرنامج. بالبداية أول شيء شلون نفتح البرنامج؟ أنا أظن إن في طريقتين سهلتين أقدر أستخدمهم، يعني أروح قائمة ابدأ أشوف هني آخر الملفات اللي استخدمتها، إذا مو موجود راح أروح عند بحث وأكتب اسم البرنامج. مثل ما أنتم شايفين كتبت أول حرفين طلع لي عند البرنامج، أحط دبل يعني دبل كليك وخلاص يفتح. ولكن أقدر همّن أفتش البرنامج عن طريق سطح المكتب موجود، دبل كليك عليه نفس الشيء. واجهة البرنامج مايكروسوفت باوربوينت 2013 مقسمة إلى قسمين، هذا القسم اللي باليمين آخر الملفات اللي استخدمتها، وباليسار راح تشوفون قوالب لعروض تقديمية أقدر أنا أستخدمهم، هي قوالب جاهزة من البرنامج نفسه، أو يعني حتى تشوفوا إن هي حتى مقسمة، تبون عن الأعمال التجارية، تبون عن التعليم، تبون عن شركة صغيرة، كل شيء موجود، أو تبحثون. بس إحنا نبي نستخدم عرض تقديمي فارغ، لأن إحنا نبي نصمم شريحتنا، فراح نختاره. مثل ما أنتم شايفين أول شيء راح يظهر عندنا شريط العنوان. شريط العنوان مكتوب طبعا عرض تقديمي واحد، لأن أوريدي إحنا ما سمينا اسم العرض التقديمي مالنا. بعدين راح نسميه، وراح تشوفون شلون راح يتغير الاسم بعد شوية. ني حق الجهة اللي باليسار راح نشوف في زر إغلاق نسكر في البرنامج، أو عندنا تصغير وتكبير الشاشة مثل ما انتم شايفين، أو إنه أصغر الشاشة تكون على سطح المكتب من تحت وأبطلها مرة ثانية. عندنا خيارات عرض الشريط. خيارات عرض الشريط المقصود فيه شريط التبويب والأوامر هذولا. مثلا أنا أبي أخفي هذول الشريطين، راح أحط إخفاء الشريط تلقائي اختفى، فبس موجودة منطقة العمل، منطقة فرز الشرايح، نضغط دبل كليك، ردينا مرة ثانية. مثلا أنا أبي علامات التبويب الرئيسية ما بالأوامر، أضغط عليها مثل ما أنتم شايفين هذه موجودة شريط التبويب وما في أوامر. مثلا أنا أبي أظهر هم من الأوامر، شوفوا رجع مثل ما كان ظهرت الأوامر. مني عندنا تعليمات. تعليمات إذا أنا في شيء بالبرنامج وفاهمته أبي أدور عنه، فأهم حاطين لكم طريقة مبسطة وسهلة، أو إن تبحثون عن طريق الإنترنت. بعدين عندنا في الجهة المقابلة باليمين عندنا زر تراجع، عندنا زر السابق اللاحق عفوا، عندنا مني شريط أدوات الوصول السريع. لما نضغط عليه راح تشوفون أشياء وايد. علامة الصح هذه اللي ظاهرين هنا عندنا،
اوكي مثلا انا ابي اظهر فتح كراهية موجودة صارت، وابي اظهر مثلا حفظ موجودة صارت. مثلا انا ما بالحفظ، اضغط مرة ثانية عليه، اشيل الصح على الحفظ، اختفى. ثاني شيء ني عند يعني عندنا شريط التبويب مقسم حق ملف صفحة رئيسية، إدراج، تصميم، انتقالات، حركات، عرض الشرائح، مراجعة وعرض. مثلا إذا رحنا عند ملف راح نشوف عندنا معلومات عن إصدار البرنامج، عن حماية العرض التقديمي، عن كل شيء خاص بالبرنامج. عندنا جديد إذا راح ننشأ عرض يعني تقديمي ثاني فارغ، أو نختار قوالب جاهزة. عندنا فتح إذا عندنا نبي نفتح ملف محفوظ من قبل نبي نفتحه. عندنا حفظ إذا إحنا أصلا حافظين المشروع مالنا والعرض التقديمي أول مرة، فإن بس نسوي على أي تعديل راح نحفظه دايركت. أو مثلا نحط حفظ باسم إذا أصلا إحنا أول مرة راح نحفظ البرنامج. عندنا طباعة مشاركة وتصدير وإغلاق شكل البرنامج وحساب وخيارات، خيارات اللي هي طبعا تحط لي اللغة والتدقيق الإملائي وإلى آخره. أنا أبي حفظ باسم عشان بحفظ العرض التقديمي مالي، حفظ باسم راح أروح بعدين كمبيوتر، بعدين راح أختار وين أبي أحفظه، مثلا على سطح المكتب. راح يقول لي كتب اسم الملف، راح أكتب وليكن العرض التقديمي أنا اللي بشتغل عليه، مثلا الغوص على اللؤلؤ نسميه. هذا إذا طالبة بتسوي عرض تقديمي حق زملائها بالصف حق مادة معينة، فالغوص على اللؤلؤ. الحين نحفظ نوع الملف، شنو احنا صيغة الملف اللي بنحفظه؟ دايركتي احنا نبي PowerPoint Presentation، ونحفظ حفظ. شفتوا؟ رجعنا مرة ثانية على اسم الملف، القوس على اللؤلؤ صار اسمه خلاص. يعني أي أمر راح نسويه راح نسويه حفظ دايركت. عندنا طبعا مني بعد الملف عندنا صفحة رئيسية مقدمة، طبعا هذا تنسيقات على النص نفسه، أو مثلا الخط والكتابة راح تكون متعلقة عليه، من حفظ شرائح، خط، فقرة، رسم، تحرير. إدراج مثلا إذا نبي ندرج شريحة جديدة، جدول أو صورة أو رسوم توضيحية، تطبيقات، ارتباطات، تعليقات أو نص أو رموز أو وسائل. تصميم إذا أنا أبي أصمم الشريحة مالتي هذه، هذا مقصد كلون كديزاين. انتقالات عندنا لما ننتقل من شريحة لأخرى شنو الطريقة اللي نبي ننتقل فيها، طبعا هذا كل شيء خاص فيها زرارات الانتقالات. عندنا حركات اللي هي حركات اللي راح تكون على هذه النصوص، شنو أبيها تكون شلون. عندنا بعدين عرض الشريحة، شلون نبدي شريحتنا، شلون إعداداتها في الوقت، في أجهزة العرض، كل شيء. والمراجعة مني مثل تدقيق الإملائي إذا عندنا شيء غلط، أو في نبي قاموس المرادفات حق الكلمات أو الترجمة، والمقارنة والتعليقات. عندنا عرض وهي خاصة حق عرض التقديم، العروض التقديمية، شلون نبي تخطيط طريقة العرض التقديمي، أو مثلا إظهار مثلا المسطرة، ما في مسطرة خلنا نظهرها. شوفوا أظهرت المسطرة. خطوط الشبكة عشان أكون دقيقة في مثلا شلون بسوي العرض مالي، أو الخطوط الإرشادية إذا ما بيهم أشيل الصح عليهم. فيها نوافذ وفيها وايد أشياء مثل ما انتم شايفين. عندنا أدوات الرسم تنسيق خاصة، هذا في الأشكال اللي أنا راح أختارها، خاصة في الكلمات اللي أنا راح أنماط الوورد آرت اللي أنا راح أو أنماط الشكل أو الترتيب أو الحجم. بعد ذلك عندنا هذه منطقة العمل اللي راح نسوي فيها شغلنا،
وعلى اليمين راح تشوف عندنا الشرايح، أو الشرايح اللي راح نحطها، كم شريحة راح نحط وشلون نخططها. عندنا تحت شريط المعلومات، ينقسم حق طبعا من يحط لنا رقم الصفحة اللي احنا واقفين عليها، عدد الصفحات الموجودة، التدقيق الإملائي فيها، اللغة فيها، ملاحظات اللي أنا بحطها مثلا، أنا هالملاحظات ما بيحد يشوفها بس أنا مع التعليقات، شلون نفرز الشريحة، والتكبير والتصغير. الحين خلونا نبدأ نشتغل على العرض التقديمي اللي بنسويه. نضيف لها عنوان، وهو العنوان اللي حفظنا فيه الدرس اللي هو الغوص على اللؤلؤ. مثلا أبي أحط عنوان جانبي مثلا اسم الطالبة ليكن نجيبة لعبد السلام. الحين أنا أبي أغير طبعا من تنسيقات هذه الخط، فراح أروح دايركت على الصفحة الرئيسية لأني أحتاجها. راح نحدد النص مثلا قص على اللؤلؤ، هذا العنوان. العنوان أنا مثلا أبي أغير، راح أروح عند الخط، أبي أغير الخط مثلا، أبي أخليه أريال. أبي أغير حجم الخط مثلا، خليه 66. أبي أغير لون الخط وليكن أحمر. أبي أخليه يكون الخط غامج، أحط على هالعلامة صار غامج الخط مثل ما انتو شايفين. اسم الطالبة نفس الشي، نروح على الخط أريال، وأبي أغير حجم الخط بس أبي أستخدم هذه تكبير تصغير الخط، أبي أخليه كذي أحسه وايد مناسب. طبعا تقدرون تودونه يمين يسار اللي تبونه، بس أنا أبي أخليه الفقرة ما يعني العنوان مالي توسيط، يكون اسم الطالبة. أبي شوي أنزل كذي، أبي اسم الطالبة مثلا أخليه باللون الأزرق كذي، صار اللون الأزرق. الحين أنا أبي أحط قالب حق شريحتي، فراح أروح عند تصميم، أختار أي قالب أبي، أو إني أنا أصمم قالب. مثلا أنا أبي أختار هذا القالب الموجود مثل ما أنتوا شايفين باللون الأزرق، أنا قصدي باللون الأخضر. أنا هاللون ما أبي، أبي أحط لون ثاني. شوفوا موجودة مني ألوان وايد، راح اختار اللون الازرق عشان يتماشى مثلا ويا موضوعي. اسم الطالبة شوي، او خلينا نقول العنوان صعد شوية. اسم الطالبة خروح الصفحة الرئيسية ونسوي له توسيط كذي. اوكي، طريقة شوي بخليه بالنص يصير هذا، هو صار الغوص على اللؤلؤ اسم الطالبة نجيبة عبد السلام. مثلا أنا أبي أحط أزيد بالخلفية شيء معين، ما بيها تكون هذا الأبيض، أبي أشيله، فراح أروح كليك يمين، راح أختار تنسيق الخلفية، راح يطلع لي هني هذا الأدوات. مثلا أبي تعبئة مدرجة، أضغط عليها راح يحط لي تدريج شلون أبي، مثلا شفافية، غامج، فاتح، على اللي أنا أبي. مثلا أنا أبي لا والله تعبئة صورة أو مادة، أحط كذي. طبعا هو راح يعرض لي اللي عنده، أو مثلا أبي أدرج من ملف عندي من قبل، وليكن هالملف مثلا بختار اختار شي مثلا نختار من الصور هالصورة مثلا، مثلا هذه الصورة نبيها. اوكي، مثلا هاي الصورة أبيها،
او اقدر ان انا